قصي القهوتي، قهوتي مصلي ورث مهنته التي يفتخر بها عن أبيه وأجداده. يصنع ويقدم القهوة بالكثير من الأشكال للضيوف في الأفراح والأتراح. أنا القصي القهوتي وأخوي لؤي القهوتي، أولاد عبد الكريم الملا محمد القهوتي. إحنا اختصينا بمهنة القهوة أبا عن جد. أنا وأخوي لؤي عن أبوي عبد الكريم عن جدي ملا محمد الله يرحمه. إحنا اختصينا بعمل القهوة بالمناسبات والفواتح والأفراح والأتراح. يمارس قصي مهنته التي أحبها منذ الصغر في سوق الشعارين بالجانب الأيمن للموصل، حيث مقر قهوته التي يرتادها القريب والبعيد لسمعتها الطيبة. إن شاء الله أولادنا، فضل من الله، أولادنا كذلك على هاي المهنة مستمرين بها ويشتغلون بها، والحمد لله هسه رجعنا فتحنا محلنا في سوق الشعارين مقابل النبي جرجيس، والناس تجينا وتتوافد علينا من داخل الموصل ومن خارج المدينة. يعني تجينا من القرى، تجينا من دهوك أربيل، تطلب القهوة مالتنا أو تطلبنا نحن شخصيا لعمل القهوة في هذه المناسبات. ويملك قصي ثقافة واسعة في صناعة القهوة للمناسبات المختلفة، كما يتقن ثقافة فناجين القهوة ورسائل التعامل معها. المنشأ الأصلي للقهوة هو أصل القهوة، القهوة اليمنية، بعدين تجي القهوة البرازيلية اللي هي هاي، بعدين تجي القهوة الكولومبية، بعدين تجي القهوة الحبشية. وأيضا جتنا هسه بالآونة الحديثة طريقة يسموها الطريقة الشيكلياتية اللي هي هاي، هاي تتوزع يعني دائما بالأفراح أو بالمناسبات، يعني مثلا الصلح وما شابه ذلك. الفنجان الثاني هو فنجان الضيف، الفنجان الثالث هو فنجان الكيف، الضيف عجبته القهوة ما فر الفنجان شربها، هذا يسمونه فنجان الكيف. ويرى قصي أنه بالرغم من بعض الاختلاف بطرق صناعة القهوة وتقديمها بين الماضي والحاضر، إلا أنها حافظت على جوهرها.